حوار مرتقب ما بين الحريه والتغيير الحريه والتغيير الاساسيه وطبعا حزب الامه داخل فيها، وحوار المسهل الان له هو المبعوثه الامريكيه للقرن الافريقي وسفير المملكه العربيه السعوديه في السودان. نعم دكتور عبد النبي، يمكن يعني اتت هذه الاخبار في وقت الحلقه اللي هو لقاء تسهيلي ما بين الحريه والتغيير تقصد والسلطات او المجلس العسكري في السودان. نعم. الان هذا ما جاء يمكن قبل دقائق في الاخبار انه سيكون هنالك لقاء في قريب، يعني يمكن بكره او بعد بكره بيت كثير، ما بين الحريه والتغيير المجلس المركزي بما فيه ما يضم من حزب الامه والمكون العسكري واللجنه الثلاثيه المفوضه من المجلس العسكري للتفاوض، ودي هي اللي انا بعتقد انها يمكن ان تثمر حل للمشكله. وفيها ايضا تاكيد الى انه الحريه والتغيير لا ترفض الحوار، ولكنها مع الحوار المفضي الى حل المشكله والانتقال الى دوله مدنيه.